بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا خذنا إلى حيث رضاك وإلى حيث بركاتك، واجعلنا في حصنك الحصين يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورفعه. الآن قبل ما نواصل في زيارة بعض الآيات في سورة الإسراء، نأخذ حديث صحيح رواه البخاري رضي الله عنه فيما يخص تهجد الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم. ماذا كان يقول؟ يقول: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، أنت تعتني اعتناء مطلق بكل ما في السماوات والأرض وما بينهما ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت مالك السماوات والأرض، ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك. شوف 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 العلاقة ممتازة بين ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. أنت الحق ولقاؤك حق، يعني ما الشك في يوم البعث، وقولك الحق بما في القرآن في المقدمة، والجنة حق لكذب بها. يا ربي قدر على جنان الدنيا وما يقدرش على جنان الجنة، لا إله إلا الله. وقولك حق والجنة حق والنار حق، كذب وستدخل وتعاني حرها والأليم العقاب الذي ستلقاه هناك، وبعد تبدأ تتجبى: يا مالك ليقضي علينا ربك، ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. أي دائما قدام، من ورائه هنا هي هنا عملية الأضداد. والنبيون حق ومحمد حق عليه الصلاة والسلام، والساعة حق لور أبغان غرونتاش. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، أي رجعت منيب، يعني تائبا متذللا لك متواضعا، وبك خاصمت، أي حين تدخل في خصوم أعدائك المنافقين أو كمحاربين على مستوى الكلمة، كلمة الحق، وما يحبوا كلمة الحق تكون عالية، وبك خاصمت وإليك حاكمت، دائما الحكم يرجع إليك، أنت الفاصل، أنت الفاتح، يعني تقضي بين الخصوم، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. شوف، حريص على المغفرة التامة، وأكد له ربي ذلك في القرآن: وما أخرت وما أسرأت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، كما هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. أو سيدنا عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول في تهجده؟ هل منا من يتهجد بهذه الصيغة المثلى؟ احنا نعاونكم باش تفهموا بالضبط ما كان يعتني به نبينا عليه الصلاه والسلام، وبدقه الصحه في الاحاديث. احنا نتجنبوا كل حديث اللي لا تتوفر فيه علامات الصحه. نعود ان شاء الله تعالى الى القران العظيم.